عامله ايه يا روح قلب؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت كويسه عامله ايه؟ الحمد نورتيني يا لله. شمس والله. ده نورك يا روح قلب. في ايه؟ وتبصي في الساعه ليه ولا لا في ده ايه؟ الو، انا عندي ايميل طقم. ايه، ما انت جبت للعيال حلو كده، لا ما تجيبش حاجه تانية. والله عايز تجيب جيبي براحتك. ماشي يلا. اخت عايز يجيب طقم تاني، جايب البنت طقم عايز يجيب لها طقم تاني. انت جبتي هدوم للعيال؟ لسه والله لسه ليه؟ الظروف بقى، ربنا يسهل ربنا ظروف؟ يسهل. لا لازم تجيبوا للبنات لبس كده وتروقوا عليهم، وانت حتى ما جبتيش؟ انت عارفة وليد من ساعة ما قعد من الشركة والظروف، يلا طب وانت ربنا مالك؟ يسهل الحال. طب انت مالك ما يقعد من الشغل يشتغل تاني ويجيب لك لبس ويجيب لعيالك لبس؟ يعني هنعملها موته يعني؟ اللهم ما كانش مقصر لما كان في شغله، هو بيدور على شغل. ربنا يسهل الظروف يا ستي، الظروف وحشة ظروف وحشة. حبيبتي. خليها هنا قلب خليها. خالته عاملة ايه يا روح؟ الحمد لله. يعني ايه يعني؟ هتفضلي كده؟ ما نعم يا روح ماما، اسف لبس العيد. شفتي انا لسه بتكلم اهو. حاضر، ما هجيب لك يا حبيبتي، لازم بابا هيجيب تكلمي لك طبعا. جوزك ويجيب لبس للبيت. هي البنات الناس مش احسن منها، انت هتهزري ولا ما ايه؟ تتكلميش كده لا قدامها يا اتكلم شمس. قدامها عشان هي تقول له عايزه لبس العيد يا بابا. يا شمس، ما هو هنشوف بيجيب لها جوزك وما جاب كانش لي ايه؟ مقصر. اهو النهارده الوقفه اهو جايب له، وبكره جايب لي عبايه سمراء وعبايه بيت وجايب لي كل حاجه، ولسه عايز يجيب للبنت برضه طقم. اتحركي كده وكلميه. هو اكيد هيجيب لها، ربنا يسهل الحال يا ستي. ولا الظروف انت وحشه، بصلي هنعمل بقى ايه على بقى؟ الشقه لما كان شغال في الشركه وبقيته شقه حلوه، هتاكلي وتشربي من الشقه؟ هتلبسي من الشقه؟ اديكي عارفه ما كانش مقصر لما كان في الشركه، لكن دلوقتي في ظروف، هعمل ايه؟ ما فيش شغل، وهنعمل ايه طيب من ساعه ما اترفد من الشغل؟ زني على دماغه كده، خليه يجيب لك. هيت هيت هيت. هو انت ايش عرفك ان هما معهوش؟ ما يمكن معهم حوش. لما هوش انا عارفه. اقعدي بقى ساكته، اسمعي ربنا كلام يسهل اختك، الحاجه. اسمعي كلام اختك، لازم يجيب لك لبس للبيت وليكي انت، مش ما فيش حد احسن منك. فاهمه كلام اختك ولا لا؟ اه تلاقوا تحت العمارة. اروح هتمشي؟ اه ماشي، خدي بالك انت من نفسك بس، واعملي خلاص زي ما انا تمام، قلت لك، مع زني السلامة. لبسك ولبس البيت. خلاص السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالي يا ماي، تعالي عشان نبقى نخلي بابا يجيب لنا لبس العيد احنا كمان. صح كده وليد؟ وليد ها، صحي النوم يا استاذ. ممكن تقوم وتسيب النوم ده شوية من ساعة ما قعدت من الشركة وانت نايم ليل نهار في البيت. اتفضل قوم دور على شغل واتصرف بقى النهاردة كده، تبدو وتختص وتجيب لي فلوس عشان هجوم العيد. ايمان، انا طول النهار بلف على كعوب رجليا، ما قعدتش. ده انا جيت نمت بهدومي زي ما انا هعمل ايه؟ لف تاني، امشي دور تاني، انا ما يخصنيش، انا عايزة هدوم العيد انا والبيت. انا اختي شمس كانت هنا دلوقتي، جوزها جايب لها هدوم بالهبل، مش طقم ولا اتنين، بتقول له خلاص انت جبت هدوم العيد في التليفون، يقول لها انا جبت تاني. ليه؟ انا كمان عايزه الوقفه برضو زي ما هو جايب لها وقفه وجايب لها عيد. احنا عايزين الوقفه انا والبنت، وعايزين العيد. تتصرف، تب وتختص، تجيب فلوس. ربنا يديلهم يا ايمان، ربنا يديلهم. انا لما كان معايا فلوس يا ايمان، انا ما كنتش محرمك من لما حاجه. بقى كان دلوقتي مفيش فلوس والعيد داخل علينا، احنا عايزين عيد انا والبنت. تمام، هو انت موجود في حياتنا كده زي قلتك ولا ايه؟ راجل كده وخلاص بالقسط؟ هقطع نفسي يا ايمان، هقطع نفسي، اعمل حاجه في نفسي يا ما ايمان. يخصنيش في الكلام ده. هوت انا، انت راجل، راجل مش محسوب عليا راجل، او انت وخلاص انا والعيله. الله، اتصرف، مش درجه زي الرجاله، اتصرف. طب انا هتصرف يعني؟ ايوه النهارده تتصرف، انا ما يخصنيش انت بتتكلم فيه ده. اعمل ايه يا ربي؟ اعمل ايه في اللي انا فيه بس؟ هو في اب عايز يحرم عياله؟ هو في اب مش نفسه ان بنته ولا ابنه ولا يبقوا كده في حاله كويسه؟ هو انا معاه وبخيل؟ والله العظيم انا احترت، والله احترت معاك يا امان. ايه بس يا يا بابا، انا كنت عايزه هدوم العيد بس انا مش عايزه، المية؟ بص يا حبيبتي، انا مش عايزه هدوم. انا حبيبتي، لا لا، انت يا حبيبتي انت لازم تعيشي زيك زي اصحابك، انا هجيب لك اللي انت انا عايزاه. معايا، عندك انا هجيب لك والله. عندي بصي هدوم عايزه. والله يا مايا حبيبتي، انا لو بصي، لو حبيت حته من جسمي، لو بصي لو هطلع اشحت، انا حبيبتي لازم اخليكي احسن واحده في الدنيا، ولازم اجيب لك فلوس والله. خلاص ماشي، مش عايزك تحط كلام اي حاجه في دماغك. خلاص انت ان شاء الله هتعيدي وهتبقي لابسه هدوم جديده وزيك زي اصحابك بالظبط واحسن كمان. خلاص.
قومي يا حبيبتي. يعني بنتي، بنت انا بتحن عليا وبتقول لي بابا مش عايزه، ومراتي اللي عمري ما حرمتها من حاجه بتقول لي انت زي قلتك في حياتي. ربنا يسامحك يا ايمان، ربنا يسامحك. السلام عليكم حبيبي التيتا. عامله ايه؟ سلام طيب. عامله ايه؟ امال بابا وماما فين؟ جو. طيب قولي لماما ان انا جيت. ها يلا حبيبي التيتا ماي. بسم الله الرحمن الرحيم. عامله ايه يا ماي؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبه يا حبيبي التيتا. وانت طيبه. عارفه انا جايبه لك هنا ايه؟ ايه؟ جايبه لك لبس العيد. كل سنه وانت طيبه. انت طيبه. تعيشي وتتهني يا بنتي. عقبال كده ما اجيب لك اللبس كده وانت رايحه الكليه. خلي بالك انا قلت لك بابا جوه وهو مش جوه اصلا. امال راح فين؟ نازل تحت. بيعمل ايه؟ عشان طنط شمس جات لماما وقالت لها الجوزة جايب لي هدوم الوقفة وجايب لي هدوم العيد وجايب لعيالي وطنت تقول لها. يعني خالتك شمس جت هنا وقومت امك على ابوكي؟ وماما خشت جوه عند بابا طنط زعل وبابا زعل ونزل. نادي لامك. وقعتك سودا يا شمس انت وايمان معايا. ماشي. تعلمتي يا ايمان والله تعلمتي. حبيبتي يا ماما نورتينا. عامله ايه يا قلبي؟ ايمان كل سنه وانت طيبه. ايه الخطوه العزيزه دي حبيبه قلبي؟ نورتينا والله. فكره جميله. ربنا يخليك. ايه عامله ايه؟ الحمد لله. ايه ده ماما؟ كل سنه وانت طيبه. ده لبس العيد بتاع ماي. ايه ده وحضرتك جبتي المويه وهدوم العيد يا حبيبتي يا ماما؟ وانا من امتى يا بنتي بنسى ماي؟ انت حتى لو جبت لها 60 مره هي انا برضو لازم اجيب لها. تسلمي يا حبيبتي ربنا يخليكي لنا يا رب. ما يحرمنا منك ابدا ويبارك لك. يخليكي ليا يعني. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. انا سمعت ان شمس اختك كانت هنا يعني وجت عملت لك. ان هي جت لي النهارده؟ لا انا عرفت من بره. جت قعدت معايا شويه ونزلت. بس من بره منين يعني؟ جايه تقعد معاكي شويه ولا جايه تسخنك على جوزك؟ ايه ماما اللي بتقولي ده؟ يعني ايه اللي بقوله ده؟ من امتى يا ايمان وانت بتقف لجوزك على حاجه وانت عارفه ظروفه ان ظروفه وحشه؟ هو ولد جوزك ده مش لسه سايب الشركه؟ الشركه صفت والناس كلها مشت. ايوه ماما احنا محتاجين هدوم العيد برضو احنا. طب هو ذنبه يعني؟ هو ذنبه؟ هو مش كان بيقبض القبض وبيديهولك كله؟ انت اللي كنت بتبعزقي يمين وشمال ما عملتش حساب الزمن اللي في قرشاه. ياما قلت لك في الاخر جايه تحط عليه بسبب كلام شمس اللي هي مستكتره عليكي عيشتك وبتحقد عليكي. ومين قال لك ان شمس قالت لي كلام اصلا؟ عايزه انا عرفته وخلاص. اللي قال لي قال لي. عرفتي منين يعني يا ماما؟ عرفت وخلاص. دي مش مشكلتي انا دلوقتي. مش مشكلتك ان انا عرفت منين ولا ما عرفتش منين. ما علينا. هي شمس ما قالتليش حاجه. لا شمس جت حرقت دمك هنا فانت سخنتي فرحت قلت لجوزك كلام خليتيه يعيط وخليتيه زعل ونزل من الشقه زعلان. ايه ماما انا لقيت بصراحه جوزها بيكلمها يقول لها ده انا جايب وجايب وجايب جايب هدوم العيد مليون مره. ما يجيب يا ستي. وانا مش اي حاجه. ما يجيب يا ستي. ظروفه مش زي ظروف جوزك. ما سابش شغله زي جوزك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا وليد يا ابني؟ عامل ايه؟ الحمد لله كل سنه وانت طيب. انت طيبه يا حبيبي. عيد سعيد عليك وعلى عيالك يا ابني. عليك الايام بخير يا رب يا حبيبي. احنا وانت بس ده خطوه عزيزه والله. الله يبارك لك يا ابني. الله يخليك. امال كنت فين كده؟ انا كنت تحت في مشوار كده. الله يصلح حالك يا ابني. ايه ده؟ ماما جابت هدوم العيد لمايا. بص جابها لها حاجات جميله جوه زي ما بتعمل على طول. كل سنه وانتم طيبين يا ابني. طيب يا حماتي. هو انت يا ايمان اتصلت بامك عشان تجيب هدوم العيد لمايا؟ هو انا مش قادر اصرف عليها؟ والله يا ابني ايمان لا كلمتني ولا شفتها ولا شافتني ولا جابت لي سيره حوار له هدوم ولا لبس. جايه وعامله مفاجاه زي ما بتعمل كل مره. بس انا بصراحه كنت ناسي الحوار يعني. هو انا السنه اللي فاتت لو جبت ترنج ولا اللي قبلها جبت ترنج؟ فالسنه دي انا جبت طقم خروج.
ايه المشكله؟ سمعتي بس انت كتر خيرك يا كتر خيري على ايه؟ وانا ميه ملزومه مني انا ما يجيش من بعض خيرك عليا يا وليد. انت نسيت انت كنت بتعمل معايا ايه؟ حبيبتي انت زي امي. وبعدين ميه دي يا ابني مش بنتي بنتي بس، دي بنتي، دي بنتي التالتة. ما تقولش كده، عيب. مش عارف اقول لك ايه يا حماد والله. هتقول ايه يا ابني بس؟ واحد الله كده، وكل سنه وانت طيب. انت طيبه يا حبيبتي. ربنا يكبر بخاطرك يا حماد، زي ما جبرت بخاطر مايه وجبرت بخاطري وجبرت بخاطر ايمان. عيب يا وليد ما تقولش كده. انا يا ابني ما انساش وقفتك معايا وانا راقده عيانه ومحدش شني غيرك. انا اتصرفت في فلوسي يا حماتي، وانا نزلت مايه دي بنت انا ملزومه مني انا لو جالها 60 طقم من بره معلش انا لازم اجيب لها واخدها من ايديها كده واخليها تنقي اللي هي عايزاه وتبقى مبسوطه كده في وسط اصحابها، وعشان امها تحس ان في عيد. امها دي بقى حسابها وادبها عليا هي والتانيه اللي اسمها شمس. امها اللي انا عمري ما استخسرت فيها حاجه، امها اللي كنت باخد كل ما املك كان بيبقى بين ايديها، امها اللي اول ما قعدت حسبتني زي العاجز، بتعايرني وبتقول لي وانت موجود في حياتي زي قلتك. امها اللي ما فكرتش لحظه في ان وليد من شهر ولا من شهرين كانش في حد معاه فلوس قده. امها اللي كانت بتباع زي يمين وشمال. امها اقول ايه على امها ولا اقول ايه ولا عيد ايه؟ ايه يا ست ايمان؟ يعني انا ما طلبتش منك تهد الدنيا، يعني انا بقول لك هات لنا هدوم العيد. والله انا قلت بنتي لو حبيت حته من جسمي هنزل اراضيها. صلي على النبي يا ابن واحد الله. لا اله الا الله. الظروف اللي انت اتحطيت فيها دي مش اول واخر بني ادم على وجه الارض اتحط في نفس ظروفك. مش بايدي يا ايمان ان انا جه عليا العيد وانا قاعد من الشغل. مش بايدي ان دخل عليا شهر كريم زي ده وانا قاعد من الشغل. ما نلعنش الظروف، ما نلعنش الشهر، نقول شهر رمضان ده بيجي يوقف حالنا. لا، ده شهر خير، ده شهر بركه من عند ربنا، بس للطاعه، للي يتقي ربنا فيه، للي يحمد ربنا على اللي في ايده. عمرها ما كانت باللبس، عمرها ما كانت بالاكل، عمرها ما كانت بالفرش الكويس. رمضان ده للقلب النظيف، رمضان ده للعلاقه اللي بينك وبين ربنا. ظروفي باظت، نقول الحمد لله ربنا هيكرم. وبنتي عمري ما ههمل فيها والله. لو هنزل اشحن، لو هنزل الف على البيبان باب عشان اراضيها، هي ملزومه مني زي ما انت ملزومه مني. كل اللي اقدر اقول لك يا ايمان عشان خاطر جيت امك الله يبارك لك يا ابني، وما نزعلهاش بهديتها وجبر خاطرها ببنتك، يا ريت انت تفهمي في جبر الخواطر. الكلمه الطيبه صدقه، وما تبصيش لعيشة غيرك. لا اخت من بص لعيشة الناس يا بنت حرمت عليه عيشته. يا بنت اختك مش هتنفعك، حسابها معايا والله لما اشوفها. انت عاقله يا ايمان، وانا طول عمري بقول عليك انت العاقله. عيب شمس تيجي تسخنك بكلمتين على وليد جوزك. بنت الاصول يا بنت اللي تستحمل. ليه يا ايمان كده؟ انا مش عايزه ازعل منك تاني، لان انا لو زعلت منك تاني انا مش هدخل لك بيت. رد جوزك بكلمتين وكل سنه وانتم طيبين يا بنتي. حماتي حماتي كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا ابني، وربنا يكبر بخاطرك يا وليد. الله يبارك زي ما جبرت بخاطري. الله يبارك لك يا ابني، وعلمي بنتك الاصول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش عايزه الموقف ده يتكرر تاني. حاضر حاضر. خلاص.